فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالله جل وعلا يحب اليسر، وهو رفيق يحب الرفق. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يأتوا رخصه كما يكره منهم أن يأتوا معصيته كما في الحديث. نعم، هذا دليل على أن الله يحب لعباده اليسر والسهولة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.